فرجاني ماتش اللي قلق شويه حسب رأينا وي لأنه فرجاني معناها أصبح من العرس نتاع المنتخب التونسي. أداؤه في المباريات الأخيرة سواء مع الترجي ولا مع المنتخب معناها في فورمة كبيرة، لكن إن شاء الله المعوض اللي باش يكون موجود يعطينا الأسبقية ويعطينا أفضلية ويعمل الشيء اللي طالبينه منه إن شاء الله. الأخير كوتش أنه ديلان برون رفض الدعوة صحيح ولا لا؟ ديلان برون صحيح أنه رفض الدعوة المنتخب ولا لا؟ لا رفض لا، معناها تعرف انه يلزمنا نقراو حساب كل واحد. تعرف انت لاري وديلان مازالوا كي بدلوا معناها الفرق نتاعهم ويحبوا يتاقلموا شويه مع الفرق نتاعهم وما همش عناصر اساسيه 100%. معناها جون بونس با انك معناها انت شفت الليسته هذه، فما العريبي كان يكون موجود، العربي كان يكون موجود، لكن انا في تفكيري انا ممكن نكون غلط والستاف نتاعي اللي معايا ان المباراه هذه نتاع لاعبين اللي متعودين يلعبوا تشامبيونز ليج، اللي متعودين يلعبوا كاس الكاف، اللي متعودين يسافروا لافريقيا، خاطر مباريات صعبه، مباريات مش متعودين علينا، هذوك هما، لكن هما مكانهم موجود في المنتخب.